انتهينا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه وتعالى: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. وقلنا إن عمل الشيطان هنا كان يجب أن يتنبه إليه آدم، لأن الله حذره وأخبره بأنه عدو له ولزوجه، وهب أن الله لم يخبره بذلك، فكان يجب أن يأخذ من سوابق أحوال إبليس معه أنه متهم في أي نصح يقوله، لأنه قال أنا خير منه. وكان يجب أن يعمل عقله أولا، إلى أن إبليس حينما سأل الله أن ينظره إلى يوم يبعثون متناقض تمام التناقض مع قوله هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فلو أن الأمر كان كما يقول إبليس لآدم ولزوجه كان يكفيه أن يأكل هو من الشجرة وأن لا يسأل الله أن ينظره إلى يوم يبعثون. قلنا أن الحق سبحانه وتعالى حينما تعرض لمسألة آدم قال مرة فنسي ومرة وعصى آدم ربه فغوى، وأجبنا عن ذلك بأن النسيان قد يكون مسموحا به لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان معاقبا عليه في الأمم السابقة. ويبقى نسي أدى عصى تمام في الأسلوب، أو نقول أن هناك مجال للنسيان ومجال للمعصية. إيه يعني؟ قال لك الحق إنما آخذهما على أنهما أكلا من الشجرة، ولكن النهي كان عن الإيه؟ الاقتراب. فلما ذاق الشجرة دل على أنه فهم من النهي أولا أن لا يأكل، ونسي أن الأمر بالاقتراب وهو لا يأكل إلا إذا اقترب. فلو لم يقترب وتذكر ان المنهي عنه الاقتراب لما كانت الشجرة لها في مخيلته ايه؟ يبقى هو نسي ان الامر بالاقتراب، ان النهي عن الاقتراب، وعصى في انه اكل. يبقى فهم من اول الامر ان المنهي عنه لا الاقتراب لذات الاقتراب، ولكن الاقتراب لانه ايه؟ وسيلة الى ان الشجرة تغريها بشكلها، بمنظرها، بجمالها، بحب الاستطلاع ايه اللي فيها، مفهوم؟ يبقى اذا لو انه فطن اولا وتذكر ان الله منعه من القرب لما خايلته هذه الايه، لان المعاصي دائما تبرق امام الامام الاعين وتدي لها بريق. ولذلك شوف الدقه القرانيه في الاداء، لما جه يتكلم عن ابليس ان فوسوس اليه، شوف كلمة الوسوسة دي، أهنت لو عرفت الوسوسة دي جاي منين تعرفهم كيف يدخل الشيطان على الإنسان في تزيين المعصية وفي تحليتها وفي لأن الوسوسة في الأصل هي صوت الحلي. الوسوسة صوت الحلي، ساعة الست ما تكون لابسة ذهب كتير كده وشخشخ في بعضه، أهي دي الإيه؟ وسوسة. كأن كلمة وسوسة يعني جاب كلام إيه؟ كلام جميل، كمال براق، كلام ايه؟ مستميل، زي حلاوة الايه؟ الوسوسة دي بتاعت الايه؟ بتاعت الحلي. فاذا فمن ادم نسيان في شيء ومعصية في شيء اخر. فلا حاجة لان نقول ان النسيان كان كذا والمعصية كذا والنسيان يلتقي بالايه؟ بالمعصية، لأن لو أن النسيان كان معصية في الأصل كان يبقى عصف الاثنين وخلاص وانتهت المسألة، مش كده ولا لا؟ إنما كن يجيبه مرة ناسية ومرة فعصى آدم ربه فغوى، يبقى نقول لازم وقع منه الأمرين الاثنين، نسيان ومعصية. أما المعصية فلأنه خالف النهي، لأن النهي فهم منه أولا حين لا تقرب هذه الشجرة أن المنهي عنه هو القرب ولا الأكل، يبقى هو فيه منه الأكل، خلاص كده. يبقى لما كل، ولذلك فلما ذاق الشجرة فأكل منها، يبقى أدي المعصية. يبقى إذن النسيان
نسي ان ربنا قال له ما تقربش من الشجره عشان ما تحومش حولها، لان من حام حول الحمى يوشك ان يوقع، فيبقى نسي لها مدلول وناحيه وجهه، وعصى لها مدلول وجهه وناحيه. اذا فالجهه ايه؟ الجهه زي ما بنقول الجهه منفكه، الجهه ولا داعي لتعب المفسرين والعمليات الطويله العريضه دي.